السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. حنا جينا الحلقه اللي فيها البروغرام ديال نهار الاثنين 4 جونفي 2021. نذكر الاخوان بلي كاين 3 الحلقات اناليزينا فيهم هادشي هذا. هذه راه الحلقه ديال البروغرام، دخلوا اناليزي اخويا وشوف العودان، قلب انت اللي تعرفها، والله ما كاينش اللي يعرف احسن منك وما كاينش اللي يعطيك شي حاجه اصلا. كان الخوخ يداوي غيداوي راسو، فهمتي؟ كان واحد يجيب لود راه يمشي ما يعطيش، يمشي يجيبو راسو. ومن الاحسن دخل اناليز راسك ولعب لعبك حتى الا خسرتي ما يوقعش فيك الحال، فهمتي؟ ماشي يجرك بنادم من الخساره، فهمتي واش بنقول لكم؟ يا الخو ما تبغيش نعطيكم نعاود انا قبل وكا الخوت راه تبارك الله وصلعين بيه، راه كاملين راه كلشي عنده عقل، راه ما كاينش واحد ما عندوش عقل. راه بنادم ما يحاولش يلعب على لاشونس ديال الاخر، يدي طونطي لاشونس ديالو راه غادي يكون خير. راه هو كان تي راه صعيب، راه غير لاشونس كيدونس، غير شديتيه وصافي. يا راه الخوت بلا ما نطول عليكم بزاف، هذا هو البروغرام ديالنا الاثنين. الاول غادي ب 33، الثاني غادي ب 13، الثالث غادي ب 16، الرابع غادي ب 51، الخامس غادي ب 43، السادس غادي ب 23، السابع غادي ب 21، الثامن غادي ب 68، التاسع غادي ب 8، العاشر غادي ب 36، الحداش غادي ب 9، الثناش غادي ب 26، الثلطاش غادي ب 4، الربعطاش غادي ب 12، والخمسطاش غادي ب 5. العود انا الخوت اللي بانوا لي مزيانين هما هادو، ولكن كيما تنقول لك دخل اناليزي ولعب لعبك ودير لعبك من الاحسن. راه العود اللي بانوا لي مزيانين كاين 13 ايريك رافا هادي ب4، كاين 11 ماتشو ابريفات هادي ب9، كاين ال15 غادي ب5، كاين 9 نيفارد غادي ب8، كاين 2 روبن غادي ب 13، كاين 14 جوب غادي ب 12، وكاين 3 غويليبا غادي ب 16، وكاين لو بورجوا غادي ب 33، وكاين الكات تيومان راه يقدر يدير شي حاجه غدا. الخوت انا زدتو لكم هنايا في بين قوسين راه يقدر يدير شي حاجه تيوماني. انتم خوت هادشي اللي كاين. سمحوا لي بزاف لا طولت عليكم، تهلاو فراسكم، خليتكم راحة البال، يلا بون كوراج ونهاركم سعيد الخوت، تهلاو فراسكم، الله يعاون.